السلام عليكم شباب، هلا والله. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو تسوون؟ شو عاملين؟ عبد العزيز وزدارك معكم، راجع لكم اليوم بكومنتري باذن الله يعجبكم. وطبعا من زمان ما نزلت فيديو زي كذا، فطبعا انشغلت الاسبوع تقريبا اسبوع كامل والله، ف يعني انشغلت مع اهلي وزي كذا وقروشه، و يعني اخوي رجع من السفر وذا الحمد على سلامته، واختبار القياس كان علي الاحد، فما لعبت الا الثلاثاء حق ابو كذا ساعه وساعتين وطلعت، وحتى العيال كلهم عارفين وتقدرون تسالون العيال كلهم من لي فتره يعني ما دخلت البلاي ستيشن. وطبعا انا ما نزلت الكومنتري هذا الا من يعني كم سالفه حبيت اتكلم عنها، وسالفه ضروريه، مع اني يعني كنت المفروض اني استنى وكنت برسل برودكاست بالكبير بقول اني بلعب مع المشتركين زي كذا واصور مقطع وارفعه، لكن الموضوع جبرني اني انزل فيديو. وطبعا قبل لا اتكلم عن الكومنتري وزي كذا، هذا مواب بسيط على احسن واحد ديمو يخرب. والله يعني ما شاء الله ما شاء الله، حاولت اني العب باللانشر مثله لكن ما قدرت، احسن واحد يلعب لانشر. وطبعا هذا المواب الاول جاء مني عليه، وهو تحدانا وكنا على قد التحدي، اللي هو كلان راجو، وخصوصا كاسر احسن واحد يلعب فيهم ما شاء الله، يعني خصوصا اللانشر حق يعني كذا بنص جبهات كيجي. وطبعا تشوفون هنا بالقتله قتلته بالمواب. وطبعا محمد نفس الشيء، انا ماخذ الجيم بلاي من عند محمد لانه اذا ما خاب ظني انفصل الجيم عندي، والله اني ما اذكر بالضبط، لكن اني ماخذ جيم من عند محمد اي محمد. طبعا الموضوع اللي راح اتكلم عنه اليوم، اول شيء انه لي تقريبا اسبوع يمكن يعني ما لعبت لعب زي العالم الناس، والكل عارف ذا الشيء يعني اخويا وزي كذا، يعني من يوم الاحد لين يوم كذا ما لعبت زين، ولا رفعت مقطع في اليوتيوب ولا شيء، وكل العيال عارفين، كل بكلاني عارفين، تقدرون تسالونهم. فتفاجأت اليوم واحد من العيال يبني لي بلاك بيري يقول لي ادخل اخر مقطع لزن وانجي. فدخلت واناظر كومنتات كثيره، هذه كثيره معليش، هذا زدارك ولا تسوي فله يا زدارك، وسب وما ادري ايش واتهام وذا. فحاولت افهم ايش السالفه، لقيت انه في واحد مسوي قناه اسمها اي مدام اكس اتش دي، طبعا قناه للتخريب، ومنزل مواب وقاعد يسبسب زن وانجي، ورفع مقطع مواب عليهم يقول ادخل يا يعني يسبهم يقول ادخل ونظر مواب اللي عليك وذا، السالفه كلها هياط بهياط. فطبعا اتهموني ناس كثير ان هذا انا، ويقولون لاحمد ان هذا انا. وطبعا انا بخلي احمد هو بنفسه ينزل، لما ينزل المقطع الجاي يثبت لكم ان انا مالي اي صله بهذا الشخص، لكن هذا الانسان حاول انه ايش يعني بيني وبينكم بيني وبينكم، وانا اصلا انزل كومنتري. فقبل فترة كان واحد من العيال يخرب معهم، اللي هو اي مدام واي قهوجي، كان يخرب معهم وحاول انه يسح فيهم بالكلام لين يعرف ايدياتهم الاصلية، فما قالوا له، وهم قالوا ايش؟ قالوا ترى اذا ما قلت لنا من انت كذا هددوه، قالوا اذا ما قلت لنا من انت راح احنا نشوه سمعتك. فطبعا نشروا وصاروا يعني اذا خربوا ذا دخلوا جيم، فواحد منهم يقول انا زدار، في الثاني يقول زي كذا. طبعا هذا كلام من عندي، والحمد لله ماني قاعد احلف عشان لعبه عشان شيء تافه، لكن اقسم بالله ان مالي اي صلب بايديات اي مدام، وهذا الموضوع الثاني جاء من محمد البطل، مالي اي صلب هذه الايديات اللي هي اي قهوجي اي مدام، يعني الايديات هذيك اللي كانت تصخى مالي اي صلب فيها. فاتمنى ان ما حد يجي يقول لي انت هذا وانت هذا. طبعا الحمد لله حتى لو بخرب اي دي يعني زي العالم الناس، ماني قاعد اسب نفسي واسب امي واسب 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 عشان اخذ الشغل على وناسه واي مدام واي، يعني استغفر الله، يعني في تناقض، احس في تناقض في الموضوع اني اسمي نفسي اي مدام وانا رجال، يعني ما اتوقع انه ما لها داعي، يعني انت رجال واثق من نفسك وذا وتروح تسوي لك اي دي تسمي اي مدام، يعني خلك واثق من نفسك وسوي اي دي على اسم رجال وعادي خرب فيه استانس، لكن انك تسوي اي دي بنت وتروح تخرب فيه وذا وتتهم غيرك انك انت زي كذا. طبعا بخصوص رد اخوي صالح اللي هو اتوقع من كلان نحر، قبل فترة انا وصالح يعني ما بيننا شيء، لكن تفاجأت بالكومنت حقه يقول انا داعسك وجايب عليكم مواب يا زدارك يا مدري ايش. طبعا يا صلوح يا حبيب قلبي، في موبات كثير عليكم، ما يحتاج ان الواحد يقعد يهايط يقعد يقول لك في هذا جايب عليكم مواب وهذا جايب عليكم مواب، فيحتاج ان نقعد ندور مشاكل بيننا، وخلنا ناخذ اللعب على انها روح وناسه وروح تحدي وزي كذا، فما ناخذها على انه الحين وضعية حساسية وان الواحد يروح مواب عليك وما ادري ايش، فما يحتاج يعني خذها على روح تحدي، مو بنص قعدتك مواب يا زلابة يا زدار كما ادري ايش، يعني خذها بروح تحدي. هذا اول شيء. ثاني شيء، انا حلفت واقسمت ان مالي اي صلب هذه الايديات ولا لي اي صلب قناة اي مدام اكس اتش دي، يعني هذا شخص حاول انه يتشبه فيني
ويوهم الناس ان انا الزدارك، انا اللي قاعد اخرب بايدي اي مدام واي قهوجي. طبعا حلفت وما احتاج اني احلف اكثر لان ما لي اي صله بهالايديات. والموضوع الثاني اللي هو حاب اتكلم عنه، يعني مو بموضوع بس هو باذن الله ان المقطع الجاي راح يكون اللعب مع المشتركين، فجهزوا نفسكم. ما ادري هو متى راح يكون لكن على هالاسبوع، فراح احط الاي دي بالدسكربشن. اتمنى ان الكل يضيفني وراح نلعب مع بعض ان شاء الله زي كذا، حركات ونفله ونستانس، وراح ان شاء الله اجيب معي دقش وموشن وعمر والعيال يعني. والشيء الاخير اللي بتكلم عنه، لا ما اقول يعني، باذن الله اني راح اسوي سلسله جديده اللي هي سلسله ماينكرافت، وطبعا راح نكرفت وكذا وحركات. يعني اكثر من العيال اقنعوني قالوا ايش رايك تشتري ماينكرافت وزي كذا، فاقتنعت اخيرا مع اني ما كنت اداني للعبه، فاقتنعت وقلت خلينا نشتريها ونلعب مع العيال في الله. وطبعا بعد اللي هي اخر سالفه واهم سالفه، ايدي المشتركين راح تلاقونه في الديسكربشن، وطبعا البي بي حقي راح احطه في الديسكربشن. اتمنى ان الكل يضيفني زي كذا، يعني نتواصل مع بعض وذا. واتمنى اتمنى 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 من كل قلبي لا يجيني احد يضيفني شيئين، لا حد يجي يضيفني يقول لي انت مين، ولا حد يجي يضيفني يبنك. فغير يعني غير كذا باذن الله ان راح نسولف مع بعض ونستانس، ولا حد يقول لي ليش ما ترد زي كذا، لاني ما اعطي من وقتي كثير للبلاك بيري. فاتمنى ان ما حد يزعل على هالشيء، وخصوصا ان اصلا بلاك بيري عندي معلق ما تتغير صوره واشياء كثير. فاتمنى ان يعني ان شاء الله الكومنتري حاز على رضاكم، واتمنى التوفيق لكل اللي اختبروا قياس. وطبعا اختباري كان يوم الاحد والحمد لله جبنا العيد وزي كذا وحركات. لا يوم الاحد، لا السبت صح، كان اختبار السبت. المهم ما اطول عليكم، هذا اللي كان عندي اليوم. اخوكم عبد العزيز وزودارك، ولا تنسون لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.